أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجهر الإنسان بأمنيته وما يبتغي من شربه ماء زمزم قبل شربه، أم لا يجهر به ويكتفي بنيته؟ لا، يدعو به ويتلفظ تلفظ بها، والجهر ما هو بلازم، لكن بقدر ما يسمع نفسه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. لأن الدعاء لا يسمى دعاء إلا إذا تلفظ به، كما أن القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تلفظ بها وأسمع نفسه. نعم.